وحدثني عن مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لم يعمل حسنه قط، هذا الرجل كما قيل اسمه جهينه، قال الحافظ غيره: لم يعمل حسنه قط الا التوحيد كما في بعض الروايات. يقول: هذا الرجل هو اخر من يخرج من اهل الجنه من النار سائر على الاخبار، حتى يقول الجنة عند جهينة الخبر اليقين، يعني آخر واحد يعطيكم جميع الأخبار. اسمه ما هم من الخبيلة، هم بني إسرائيل، ليس من هذه القبيلة. لكن هذا الرجل من الأمم السابعة، ليس من هذه الأمم، لم يعمل حسنة قط إلا التوحيد، لأنه لو كان لم يكن عنده توحيد يحصل له ما حصل فغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به، صرح بذلك في بعض الروايات أن عمل للتوحيد. قال: رجل لم يعمل حسنة قط لأهله إذا مت فحرقوه. الأصل أن يقال نعم هو المتحدث الآن، لكن الراوي والناقل يكره أن ينسب هذا الكلام له، وهذا من باب الأدب في الحديث، إذا كان الكلام مما لا ينبغي ذكره لا ينسبه الإنسان لنفسه، كما في حديث وفاة أبي طالب، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، الأصل أن ينسب ذلك إلى نفسه. لا، ومثل هذا لا يترتب على التصريح به فائدة، وإلا لو توقفت الفائدة عليه نعم لا بد من التصريح. يعني في قصة ماعز الرواة كلهم يقولون قال ماعز: يا رسول الله إني زنيت، ما قالوا إنه زنى، لأنه لابد من الإقرار الصريح ونسبة الأمر لنفسه ليثبت عليه حد. هذا من أدب الخصال، إذا مات فحرقوه ثم أذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، يعني يحرق ويسحق ويذر نصفه في البر ونصفه في البحر، ليكون حسب تصوره أبعد في إمكان جمعه. يعني لو جمع جميع حرق وذر في مكان واحد يعني أقرب إلى أن يقال له يجمع فيجتمع، لكن إذا كان نصفه في البر ونصفه في البحر على حسب تصور هذا الرجل، فوالله لأن قدر الله عليه، فوالله لأن قدر الله عليه، المتبادر من اللفظ أنه من القدرة، أنه من القدرة، وفي هذا شك من هذا بالقدرة الإلهية، كأنه شك في قدرة الله جل وعلا على جمعه. وقد اختلف العلماء في معنى قوله لأن قدر الله عليه، فقال بعضهم: هذا رجل جهل القدرة من صفات الله تعالى وعذر بجهله، وحديث الصحيحين عذر بجهله، وقال بعضهم قدر بمعنى قدر من القدر، نعم المراد بالقضاء لا من القدرة والاستطاعة، يعني لا إن كان الله جل وعلا قدر علي أن يعذبني ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالم من القدر. وقال بعضهم لا إن قدر الله علي من القدر وهو التضييق والتعسير، فمن قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه، إن ضيق الله علي لا يعذبني، نعم فظن أن لن نقدر عليه، مقصود أن مثل هذه اللفظة خلف فيها على ما سمعنا، قدر من القدرة، قدر مخصص من قدر، وقدر أي ضيق، والسياق يدل على الأول، والسياق يدل على الأول. فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم به، فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال: لما فعلت هذا، لما فعلت هذا. وفي هذا دليل على أنه ينبغي أن يسأل الجاني لما فعلت، فقد يبدي عذرا يعذر به، وقد يبدي شيئا خافيا على من اعتبره جاهل. لما فعلت هذا؟ وقال: من خشيتك. أنا نقول عذر بجهله،
جاهل القدرة. فقال من خشيتك، أولا في هذا ما يدل على أنه مؤمن بالله جل وعلا. نعم، أنكر القدرة أو جاهل القدرة، جاهل القدرة، مع أن بعض أهل العلم يقول أنه عالم، هذا الرجل من العلماء، ويأخذ هذا من قوله من خشيتك، وإنما يخشى الله من عباده العلماء، يقول هم من العلماء. نعم، من خشيتك يا رب أنت أعلم. قال فغفر له. لكن في الخبر ما يدل على جهله، يعني إنكار القدرة الإلهية دليل على جهل عظيم. كيف يتصور الرب جل وعلا نعم بما يدل عليه من آيات وعبر، كل ما يرى ويسمع يدل على قدرته جل وعلا، كيف يتصور منه أنه من العلماء ويجهل القدرة؟ نعم، فإما أن يقال أن هذا عذر بجهله واغتفر له وشفعت له الخشية العظيمة التي دعته إليها. نعم، قد يقول قائل إن هذا في شرع من قبلك، وأما في شرعنا فلا يسوغ مثل هذا. يعني لو أن شخصا من الجهال نعم دعوى المعصية في غرفة مظلمة في جوف الليل ولا يراه أحد بعيدا عن الناس ولو في برية مثلا، وقال الله لن يطلع عليه في هذا المكان، هذا جاهل، لن يطلع عليه في هذا المكان، هل يعذر في هذا الكلام؟ طيب ما الذي دعاك إلى أن تنفرد عن الناس بعيدا وتفعل هذا؟ قال خشية الله جل وعلا، أنا أعرف المكان ما بحيث لا يرى. هذا نظير ما في الباب. نعم، هذا أنكر العلم وهذا أنكر جاهل العلم وهذا جاهل القدرة. أما من أنكر العلم هذا شك في كفره عند أهل العلم. يبقى أنه هل يعذر في مثل هذه المسائل أو لا يعذر؟ الحديث دليل على العذر لجاهل المسائل. إن كان المسائل عظام، أقول مسائل عظام، فهل يعذر بمثل هذا؟ الحديث في آخره فغفر له، عذر، يعذر ولا ما يعذر؟ مهم، الحديث دل على أنه عذر. لكن الآن لو أنكر شخص أمر معلوم من الدين بالضرورة، نعم القدرة الإلهية، أحد يستطيع أن ينكر القدرة؟ أحد يستطيع أن ينكر إحاطة الله جل وعلا بجميع ما يمكن دخوله في حيز العلم؟ الفلاسفة الذين قالوا أن الله جل وعلا يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات كفار باتفاق، كفروا بها. أن الشافعي يقول ناظروهم بالعلم، نعم إن أنكروه كفروا وإن أقروا به خصم. نعم، لكن إذا قلنا أنه لا يعذر، نعم إذا قلنا أنه لا يعذر في مثل هذا مع غير الخشية، نعم قلنا أنه لا يعذر من الخشية، لأن وجود عمل صالح لا يشفع في عمل مكفر مهما كان. يعني لو كان شخص من أبذل الناس للمال في وجوه الخير، نعم عنده مكفر منفع، لأن شفت الحفظ العمل. المقصود أن الحديث دليل صريح على العذر بمثل هذا. نعم، وين في بلا شك هنا شفعت برهنه في هذا الخشية، أقول توجهوا في هذا الخشية وين؟ لكن أقول لو كان هذا العمل مكفر مثلا هل ينفعه أو يقيد ولو كان معتبرا؟ دلنا هذا الحديث لنفع هذا القيد أن هذا العذر يعذر به، أن هذا الجهل يعذر به، وإلا لو كان لا يعذر به والأمر مكفر ما نفع شيء. نعم، هذا بحق من؟ نبي من الأنبياء. نعم، وذنون الذهب مغاضب فظن أن لن نقدر عليه، أهل العلم حملوه على أنه من التضييق لا نفي القدرة. نعم، لكن القدرة وما في حكمها، القدرة وما في حكمها مما نفيه كفر. نعم.